طبعا البايثون كلغة برمجة هي Multi-Purpose Programming Language. ايش بتتميز؟ بتتميز انه بقدر اتعامل معها كسكريبت، يعني سكريبت انا بقصد فيها انه interpreted language. interpreted language انا بقصد فيها انه انت ممكن تشغل البايثون شيل تمام وتعطي له statement وينفذ لك اياه. تحكي له هنا print، طبعا انا عندي هاي الشيل تبع البايثون تمام، وانا عندي هاي البرومبت الاسهم زي هيك بهذا الشكل، بدخل statement انه print hello بينفذ لي اياه، بعرف فاريبل اكس بتساوي 10، بدي اشوف قيمته قديش بهذا الشكل. هاي المقصود انه هذه اللانجويج انتربريتد، بيتم تفسيرها لاين باي لاين. هذه تعتبر ميزه، حورجي لك ايش الميزه تبعتها تمام. لا طبعا بتتميز كمان انه هي بتدعم الاوبجكت اورينتد بروجرامينج تمام. واخر البايثون، لو انت اتعلمت مع يعني انه انت دخلت في البايثون، ايش اخرها البايثون؟ في الها يعني انت بتضلك ماشي دغري دغري لغايه لما توصل لمفترق، بدك تروح يا اما بالاتجاه هذا او بالاتجاه هذا. يعني بمعنى اخر انه البايثون اخرها يا اما بتروح باتجاه الداتا اناليسيس او الداتا ساينس، او في اتجاه ثاني اللي هو الويب ديفلوبمنت. نعم ممكن تستخدم فريم وركس زي الجانجو والفلاسك، في غيرهم كتير بس هدول الاشهر تمام. وهنا الداتا ساينس اللي هي المكتبات اللي احنا حكينا عنها المره اللي فاتت، اللي هي سايكت والتنسر فلو والبانداز وكل هاي الاشياء. ممكن تجمع هدول الشغلتين مع بعض تمام. في حتلاقي كذلك في الرابط اللي انا حطيت لك اياه في الصفحه اللي فيه المصادر تبعت الكورس، في عندك مجموعه من الكتب، وفي كتاب مهم جدا بيجاوب على سؤال انه انا لو تعلمت بايثون شو بقدر اسوي فيها. عنوان الكتاب هذا اسمه Automating Boring Stuff with Python. يبقى الطريق الثالث، أنا عندي بدي أضيف طريق ثالث، إنه أنت تعمل Automation. أي شغلة مملة بالنسبة لإلك تخطر في بالك ممكن تعملها Automation بالبايثون. الستاف مش الستاف، مو الستاف. ممكن الموظفين يكونوا بورينج يعني واضح يعني. اوكي فهاي الاوتوميشن كثير انه مهمه. انا في عندي بانش اوف فايلز، مجموعه ملفات بدي اسوي فيها كثير شغلات تمام، ممكن اكتب سكريبت صغير انه اعمل اوتوميشن لهذه البروسيس. اي بروسيس انت موجوده انت عندك ممكن تعملها اوتوميشن بالبايثون. هذا مهم جدا انه انت تدرك اهميه اللغه اللي انت بتتعامل معاها، او بمعنى اخر انت انا حدي لك اداه ايش بتقدر تسوي فيها. مهم جدا انه انت تدرك هاي الشغله. طيب في شغلة كمان مميزة في البايثون، انه
every body can learn Python. شو معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك انه انت بغض النظر عن التخصص تبعك سواء كان جغرافيا عربي كيمياء ممكن انه انت تتعلم البايثون. تعتمد على فلسفة في التصميم، وهذا الشغل هذه الشغلة انا معني انه انا احكيها، انه ديزاين فلسفي انه تكون easy to learn. زي ما ابل تحكي انه احنا بدنا نصمم الماك بحيث انه هو يكون سهل الاستخدام جدا، فيش داعي انه انت توجع راسك في شغلات كتيرة. فلسفة التصميم شغلة مهمة جدا انت لما توضع شيء معين. يعني على سبيل المثال فلسفة التصميم تبعت اللينكس او اليونكس ايش هي؟ مبدأ مهم في هندسة البرمجيات انه انت تعمل small things، تعمل اشياء صغيرة تمام؟ تشتغل بطريقة ممتازة تقدر انه تركبها مع بعض بتسوي لك شغلات اعقد تمام؟ يبقى اليونكس فلسفي انه develop small programs، طبعا بين قوسين very well تمام، خليهم يشتغلوا مع بعض عشان تعمل complex tasks. وهذه الفلسفة المبنية عليها الفلاسك. ايش بتميز الفلاسك عن الجانجو؟ الفلاسك بتميز انه بسيط جدا، بس في شغلات كتيرة ممكن تركبها مع بعض بتسوي لك شغلات اعقد. بدك تتعلم ويب ديفلوبمنت بالبايثون، الفلاسك اسهل ويب فريم ورك انت ممكن تتعلم عليه، سهل جدا تمام. هجد فلسفة التصميم هذه بتساعدك انه انت تختار الاشياء. دائما انت لما تيجي تختار شغلة معينة بدك تفكر في هذه الاشياء، يعني اختار تنسر فلو ولا اختار مثلا تشينر. بدك تعمل مقاربة وتقارن وتشوف مين الافضل بالنسبة لك، مين الاسهل، مين بتقدر تسوي فيه شغلات اعقد، وبهذا الاساس انه انت بتختار. طيب الآن البايثون زي ما شفنا هنا في المثال انه انا ممكن اكتب سكريبت زي هيك او ممكن اشغل البيشون تمام بهذا الشكل. البيشون زي الجيت برينز، زي الانتليجي جيت برينز اللي انتم بتشتغلوا عليه على الجافا، بعتقد انتم بتشتغلوا عليه او بتشتغلوا على النت بينز. على النت بينز لو تشتغلوا على الانتليجي نفس البيئة بالضبط، نفس المفهوم بالضبط. طبعا اول ما تشغل بتجي لك شاشه زي هيك تمام، تعمل هنا نيو بروجكت تمام. في عندك هنا جزئيه مهمه انه انت تختار الانفايرمنت اللي انت بتشتغل عليه. معنى ذلك انه احنا اتفقنا المره الماضيه انه انت بدك تنزل البايثون والاي دي اي، البايثون لوحدها والبي شارم اللي هي الاي دي اي. الان بدك يعني تركبهم على بعض انه تخلي انه الاي دي اي تتعامل مع البي شارم عندك بهذه تتعامل مع عفوا البايثون انه وين المكان تبعها تمام. في عندي انا هنا خيارين، الفيرتشوال اند فيرتشوال انفايرمنت تمام، وعندك هنا انه انت تستخدم انتربريتر ال الانتربريتر اللي انت نزلته
ايش الفرق بين الاثنين؟ الان انا نزلت المره الماضيه، يعني انا نزلت انه انا اوريدي موجود عندي على جهاز الوين بايثون. اورجي لك وين المكان تبعه. موجود عندي هي هيو هنا على c/winby7302 بالضبط. فهي بعطيني كوماند برومت للبايثون، تمام، ومنزل فيه البانداز والسايبي والنمبي وكل هاي الاشياء اللي احنا حكينا عنها المره الماضيه. طيب هكيت ايش مفهوم الفيرتشوال انفايرمنتس اللي موجوده انت عندك هنا. الفيرتشوال انفايرمنتس بما انه انت بتشتغل على عده بروجكتس، كل بروجكت بيحتاج لباكج مختلفه عن الثانيه، تمام، فبالتالي انت ممكن تعمل بيئه بايثون خاصه بكل بروجكت. يبقى هنا خلي اسجل لك اياها هنا انه الفيرتشوال انف في البايثون طبعا بطبيعه الحال انه تعمل لك بايثون انفايرمنت for each project. ايش معنات انه بايثون انفايرمنت؟ طبعا خليني اضيف لك سيبريت منفصله، تمام. هجيت عندك البايثون مين انستليشن، تمام، في الشغلات الاساسيه بروح بياخذ منه نسخه وبيعمل لك فيها بيئة بايثون خاصة بالمشروع. ايش ميزة هذه الشغلة؟ يعني على سبيل المثال انا عملت بروجكت واحد. بروجكت واحد بدي اعمل فيه ويب اب، ويب ابلكيشن، وبدي استخدم جانجو. فبالتالي بحتاج اني اعمل بيب انستول جانجو، او لو بدي استخدم فلاسك بيب انستول فلاسك. خلص ما فيش داعي انه انا انزل باكجز ثانيه، تمام، وتعقد المشروع. لها علاقه مثلا بتحليل البيانات او لها علاقه بالجي اي اس، تمام، في هذا المشروع. فبالتالي كنا نحكي انه انت بتتعامل مع بروجكت واحد تحكي فيه عن او بدك تعمل ويب ابلكيشن وبدك تستخدم الجانجو فريم ورك. ما فيش داعي انه انت تنزل الجي اي اس باكج عشان تتعامل مع الجيوغرافيكال انفورميشن سيستمز، انه في باكج خاصه بالجي اي اس على البايثون. ما فيش داعي انه انت تحط الباكجز هذه والتعقيدات هذه. او ممكن تشتغل على بروجكت اثنين بدك تعمل على سبيل المثال سنتمنت اناليسيس، تمام، فبالتالي انت بتحتاج انه تنزل الاسكي او ساي كيت لير. فيش داعي انه انت تنزل جانجو او اي باكج ثانيه. فبالتالي انت بتنزل الباكجز المطلوبه عندك. والاكثر من ذلك الاستفاده، يعني اكثر استفاده انت ممكن تستفيد منها من الفيرتشوال انفايرمنتس، انه على سبيل المثال انه انت في عندك في بروجكت معين بتحتاج ل تنسور فلو فيرجن 1.3، في بروجكت ثاني تحتاج ل تنسور فلو فيرجن 1.9. هذه هي اكثر استفاده ان انت ممكن تستفيدها. في عندك بعض الاكواد ممكن ان انت توجدها ما بيشتغلش الا مع سبيسيفيك فيرجن، تمام، وانت عندك بيئه واحده، يا بتنزل النسخه هذه يا بتنزل النسخه هذه، ما ينفعش تنزل نسختين مع بعض. فايش الحل؟ بتروح بتعمل فيرتشوال انفايرمنتس لكل بروجكت لحال، هذا بتنزل له تنسر فلو فيرجن 1.3 والثاني بتنزل له تنسر فلو 1.4 وبتحل الاشكاليه. فبالتالي انت بيكون عندك اكثر من بروجكت تتعامل مع مالتيبل فيرجنز من الباكجز بسهوله.
هذه هي أقصى استفادة أنت ممكن تستفيد منها. فبالتالي مهم جدا أنه تعرف هذا الخيار، أنه أنت مع إيش بتتعامل مع بالضبط، أنه الـ Virtual Environment بتحل لك الإشكاليات هذه اللي أنا حكيت لك عنها. فأنت عندك ممكن تتعامل مع Virtual Environment أو BIB Env أو Conda، تختار واحدة من اللي أنت نزلتهم. تمام؟ الآن ممكن أنه أنا أروح على الخيار هذا مبدئيا، وأنه أنا أعمل Python Project، تمام، وأحدد وين ما أنا نزلته. شايفين وين أنا نزلته؟ على C، على هذا المسار، على هذا المسار، تمام؟ هذا وين بايثون، نعم، تمام؟ أنا كنت برضو بتعطي له نفس المسار، بتعمل هنا براوز، تمام؟ وبتختاري هنا كوندا انفايرومنت، وبتختاري إنه هي وين موجودة نازلة، تمام؟ طبعاً أنا يعني هشتغل لكم بعض البروجيكتس على الجهاز، وبعد هيك حننتقل على الكلاود. ليش؟ لأنه بدنا نستخدم الجي بي يو هناك، وبدنا نستخدم حورجي لك إنه ليش فعلاً إنه أنت محتاج تشتغل على 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 الكلاود، تمام؟ حساعدكم إذا بعد ما نخلص الآن، حساعدكم إذا في عندكم إنه أنت تشبكوا مع الـ Virtual Environment أو مع الكوندا، إنه أنا حورجي لك إنه أنت كيف تشبكها، حتطلع لك هنا موجودة في الليست لحاله، بعملها ديتكت. هرجع لك حمر عليك كيف؟ لأنه أنا حكيت إنه أنا خليني أشرح وحرجع أعطيكم فرصة إنه أنتم تطبقوا. طيب، عملنا البروجكت هذا، خليني أعمل اسمه من البداية عشان أنا معني إنه أنا أعمله على الجيت هاب. خليني أعمل بروجكت جديد، وهنا انه بستخدم هذه البيئه، وهنا بدي اسميه اي بريدج، لانه هذا الكود حتلاقوه على الجيت هاب، ممكن انه انتم تسحبوه من هنا، تمام. تي اس، هنا بختار انه انا اعمل بايثون فايل طبيعه الحال، تمام، وممكن اسميه اب واحد، مش داعي ان اكتب اكستنشن بي واي لانه حيعمل لي اياه مباشره، تمام. هنا بكتب الاسطر تبعتي print hello world، ممكن اكتب جمله ثانيه python is cool، تمام، وكمان ممكن اكتب انه I like data science. فهدول عبارة عن ثلاث أسطر، لما تيجي تشغل رايت كليك هنا run، فبيشغل لك اياهم دفعة واحدة، شغل لك اياهم دفعة واحدة، يعني زي ما انت تعودت على الجافا انه انت بتكتب الكود كله بالكامل، بتعمل run بروح بشغل لك اياه دفعة واحدة. يبقى هنا في التشغيل انت في عندك خيارين في التشغيل، يا اما بتشغل البايثون شيل في هذه الحالة، انت بتشتغل line by line، او بتستخدم الـ IDE وبتعمل run للكود مباشرة، تمام؟ شغل الكود كله دفعة واحدة، تمام؟ طبعا هذه إلها ميزة وهذه إلها ميزة. في الطريقة الثالثة بدي أعطي لك إياها من خلال الـ CMD. كيف من خلال الـ CMD؟ بتروح على المسار وبتكتب بايثون الفايل تبعك، أو
حسب ما احنا عملناه app1.py. وهذه الشغلة ممكن انا اسوي لك اياها هنا. اروح على البروجكت. البروجكت انا عندي موجود هنا. شغل كوماند برومت. يا جماعة هذه كوماند برومت عادية، الشاشة السوداء، بس انا مغير الالوان تبعتها بس عشان انه تكون في ال LCD اوضح. بعمل CD على هذا المسار بهذا الشكل، بكتب بايثون app1.py، بتشغل كله دفعة واحدة بهذا الشكل. تمام؟ طبعا طرق التشغيل هذه كلها انا بعطي لك اياها لانه انت حتستخدمها كلها حسب ما بلزمك. يعني في بعض الاحيان بيكون انت عندك البروجكت تبعك موجود على سيرفر، تمام، تدخل له بالاس اس اتش على التيرمينال وبتشغل الكود تبعك، بتبدا التريننج في الماشين ليرنينج، انه انت بتبدا بناء الموديل باستخدام الكوماند لاين، او انه انت تعمل ديفلوبمنت للبروجكت. ممكن تستخدم البيشان، بيساعدك كثير انه بيسهل عليك كتابه الكود بشكل اسرع. او الخيار الثالث انه انت مثلا بدك تعمل ديبج لشغله معينه، بدك تشوف اوتبوت لشغله معينه ايش النتيجه تبعتها، تمام، بدك تعرف شكلها، فبالتالي انت ممكن تروح على الشيل. الشيل بالمناسبه ممكن انه انت تشغلها موجوده هنا كذلك، هيها تحت هنا بايثون كونسول. بايثون كونسول حيطلع لك الشيل حالا بهذا الشكل. هاي انبوت 2، تمام. على سبيل المثال بدي اقول له انه الاكس بتساوي رينج 10. طبعا انتم مش عارفين هذا الكلام لسه، حنشرحه، بس انا بدي اورجي لك انه كيف انه انت بدك تشوف شكل شغله معينه، تمام. هيو جبل لي اياها، هي موجود هنا الفاريبل اكس 10، فبالتالي هذه عباره عن سلسله تبدا من الصفر، الستيب تبعها 1، معنى ذلك انه 0 1 2، ممكن اغير الستيب بتصير 0 2 4 6 لغايه ال 10. شوف كيف شكلها زي هيك. ممكن احولها لليست، ممكن، فبالتالي بعمل ليست اكس بهذا الشكل. شايف انه انت بدل ما انت تعمل ران هنا في الاي دي للكود وانت مش عارف شكل الفاريبل هذا كيف بدك تتعامل معاه، تمام، تستخدم الشيل، بتشوف شكل بيانات معينه، بتعرف كيف شكلها، بتقدر تتعامل معها. تقدر تشوف انه هذا ديكشنري، تقدر تشوف انه هذا عباره عن ليست او تابل، او بغض النظر عن الداتا ستراكشر او الكوليكشن اللي انت بتتعامل معه، تمام. في الطريقه الثالثه واللي انا بحبها جدا، انه انت تتعامل مع البايثون من خلال الويب او من خلال النوت بوك. كيف؟ اول حاجه بدك تسويها بدك تنزل الجيبيتر. ايش هو الجيبيتر؟ هو عباره عن نوت بوك للبايثون، بمكنك انه انت بيفتح لك صفحه ويب تقدر من خلالها تكتب كود بايثون وتشوف النتيجه دفعه واحده، يعني في نفس المكان عفوا، وتكتب نوتس. فكيف بدك تنزلها؟ مين بيسال؟ لا هكيت حورجي لك شكلها حالا. بيب انستول او كوندا انستول، الاثنين بيمشوا معك. جيبيتر عفوا، كوندا ديبريكيتد، انا كوندا كامله. اوكي، هنا بيب انستول في الاناكوندا بيقبل انه تتعامل مع البيب. بيب انستول جيبيتر، تمام. وبدي اياك تنزل كمان انه بعد ما انت تنزله زي هيك هو لوحده بفحص وبنزل لك اياه. طبعا هنا في انه البيب محتاجه لابجريد، فبالتالي بدي انسخ هذا الكوماند زي هيك. تعمل ابجريد للبيب.
طيب بما انه احنا حكينا عن البيب عشان نكون عارف انه البايثون باكيجز القوه تبعت البايثون انه تحتوي على العديد من الباكيجز وممكن العديد هذه تستبدلها وتحط العديد 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 من الباكيجز. اي شغله تخطر في بالك ممكن تلاقي باكيج في البايثون لها، على عكس الجافا ممكن انت تتغلب في باكيج معينه تمام او ما فيش مكان موحد انه انت تدور فيه على الباكيجز. هذه البيب زي كانه انت عندك متجر او ستور للباكيجز، هاي الاهميه تبعتها انه انت عندك متجر تمام وفي كل الباكيجز كلها تمام، واي حدا على فكره ممكن يضيف على المتجر هذا او المستودع هذا تبع الباكيجز وانت بتنزل منه مباشره. المستودع هذا كيف ممكن تشوفه؟ بايثون باكيجز اسمه بي واي بيب بي واي، او هكذا حجيب لك اياه بايثون باكيجز تمام بي واي بي واي بي اي دوت اورج تمام. يبقى هنا انت عندك البايثون باكيج مانجر اللي هو البيب، والباكيج ريبو ريبوزيتوري مستودع الباكيجز هذا هاي العنوان تبعه تمام. هنا اكتب اي حاجه بتخطر في بالك، ايش بدك تسوي؟ بدي اعمل وورد كلاود. عارفين الوورد كلاود؟ ايش هي الوورد كلاود؟ سحابه الكلمات. هاي وورد كلاود اورجي لك شكلها، شغلات زي هيك. بدك تعمل مثلا وركشوب، بدك تعمل مثلا ايفنت معين تمام بيحتوي على مجموعه من الكيوردز، بدك ترسمها وتحطها في اللوجو انت عندك زي هيك، فبدك تحطها في وورد كلاود. ممكن تعملها على اشكال تاخذ زي هيك زي الفراشه، فبالتالي بروح برسم لك اياه. فبدي باكج تعمل لي هاي الشغله، فبتروح مباشره هنا تبحث وورد كلاود. شايف قديش انت في عندك باكج بتسوي لك الشغله هاي؟ اخترت باكج معينه على سبيل المثال، هذه وورد او مثلا هاي، فبيجيب لك الكوماند هنا بيب انستول وورد كاونت، او بدك باكج تعدد لك الكلمات، او بدك باكج تلعب لك في الصور، بدك باكج تعمل جنريشن لصور، بدك باكج تعمل اي شيء بخطر في بالك انه انت ممكن تدور عليه على بايثون على هذا المستودع فبتلاقي المطلوب. فبالتالي القوة تبعتها كذلك انه زي ما حكينا انه البايثون باكج مانجر، انه انت عندك كل الباكجز موجودة في مستودع واحد وانت بتنزلها من هذا المستودع. فاحنا نزلنا البايثون جيبتر تمام، وفي عندك النسخة الاحدث اللي هي الجيبتر لاب. هيك صار عندك جاهز انه انت تتعامل مع الجيبتر. كيف بدك تشغل الجيبتر عشان تشوف كيف شكله؟ نرجع للموضوع تبعنا، تكتب جيبتر نوت بوك كيف بهذا الشكل. بس وين؟ برجع بذكرك ثاني
في المسار تبع المشروع تبعك. تمام؟ بتشغله زي هيك، ايش بروح بعمل لك؟ بشغل لك سيرفيس. السيرفيس هذه بتعطي لك رابط هنا على اللوكال هوست بهذا الشكل. ايش انت شايف عندك هنا؟ هاي البروجكت اللي هو الاب 1.py. تمام؟ طبعا هذا التري اللي هو الجيبتر القديم. تمام؟ انت حط بس كلمة لاب هناك فوق في اليو ار ال، ايش بيصير عندك؟ هذه الاحدث. تمام؟ فانت هنا ممكن ايش تعمل؟ نوت بوك او تفتح كونسول بايثون 3، لانه ممكن انه لو كانت نازله النسختين بايثون 2 وبايثون 3 بيعطي لك خيار انه انت تعمل، او ممكن تفتح تيرمينال او تكست فايل. وهذا هو المطلوب، لانه انت بتقدر من هاي بهاي الكيفيه انه انت تستاجر سيرفر على امازون او على الكاجل، تكتب كود بايثون من خلال النوت بوك وبتشغل عندهم وانت بتشوف النتيجه. خلينا نعمل نوت بوك. تمام؟ هذا بدي اسميه، اعمل له اعاده تسميه واسميه نوت 1. طبعا الامتداد تبعه اي بي واي ان بي. شو معنات هذا الكلام؟ انتراكتيف بايثون نوت بوك. Interactive Python Notebook IBYNB. تمام؟ اوكي. ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك مجموعة من السيلز. تمام؟ السيل هذه ممكن انت مخير انه انت تكتب فيها كود او تكتب فيها ملاحظات باستخدام المارك داون. خليني اكتب كود. print hello بجيب لك النتيجه مباشره. هاي الميزه في الموضوع، ما فيش داعي انه انت تفتح وتشغل وتشوف بالتيرمينال او تشغل انه او تستخدم باي شارب على السيرفر على الكلاود، لانه بدك تتعود انه انت تشتغل على الكيفيه هذه، انه انت تتعامل مع البايثون انه يكون موجود على السيرفر، السيرفر تبع الشركه اللي حتشتغل فيها ان شاء الله. تمام؟ تمام؟ بدي اعرف هنا متغير x بتساوي 10. ممكن اكتب مالتي لاين واكتب اعمل برنت ل x بتساوي x. حفصل في هذا الكلام. او ممكن هنا اجي بدي اضيف سيل، بختار هنا على البلس. تمام؟ والسيل هذه بديش اياها كود، بدي اياها تكون مارك داون. ايش المارك داون؟ مر عليكم المارك داون؟ مارك داون. في عندي حاجه اسمها مارك اب لانجويج، وفي عندي مارك داون. ايش المارك اب لانجويج؟ مارك اتش تي ام ال. بدك تعرف هيدر، تفتح تاج اتش 1 وبتسكره وبتحط النص تبعك. لكن هنا المارك داون نفس الكيفية ولكن أبسط بكتير. يعني بدي أسوي هيدر، مجرد أنه أنا بدي أعمل هنا زي هيك أنه define variable، هذا عبارة عن هيدر، بس مجرد أنه أنت ضفت له هاش زي هيك. شوف كيف شكله H1. طب نعمل إشي أصغر، إشي أصغر، كيف نعمله؟ تنتين. في البايثون بكتب لك اياها كومنت، لكن هنا انا حددت انه هاي السيل عباره عن مارك داون. بس المارك داون انت مستخدم كذلك انت عندك في الجيت هاب. لو هنا اجيت فتحت في الجيت هاب، هذه الريدمي
AMD معنى ذلك انه الامتداد تبعها مارك داون، تمام؟ فبالتالي انه هيو بيظهر انت عندك تحت هنا بهاي الكيفيه، مستخدم كثير، مستخدم كثير في التطبيقات في الديفلوبمنت، انه بدل ما اغلب حالي واكتب كود HTML خلص هذه مارك داون اسهل بكثير، شائعه الانتشار. فبالتالي هنا لو اطلعت على السورس تبعه، لو عملت هنا ايديت، شايف؟ مش عارف اذا حجم الخط، هذا عباره عن هيدر، هذا عباره عن هيدر زي هيك، تمام؟ فبالتالي انه عباره عن كود مارك داون. كود المارك داون سهل جدا، يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال لو بدي اعمل مثلا ليست، يعني بوينتس، كيف بعملها؟ تشيك بوكس في الHTML، كيف بعملها؟ UL ان اوردرد ليست. لكن هنا ببساطه انه بحكي ستيب واحد، وين ستار ستيب 2 انستول، وهنا مثلا ديفاين، وهكذا. شوف كيف شكلها، تمام؟ كذلك لو بدك تعمل numbered list، ببساطة بتعمل واحد install، اثنين upgrade، ثلاثة deploy، بالضبط. الستيب واحد في الاثنين هاي ستارت، نعم. كيف؟ صحيح. هيك تعرف عليها، تمام؟ بدك تعمل تيبل برضو بنفس الكيفية، بدك تعمل strong، بدك تعمل italic برضو. انه فبالتالي هنا القوة تبعتها انه انت بتكتب نوت بشرح فيه هذا الكود، تمام؟ وحتلاقي الكود، وهذا اللي انا حستخدمه، لانه فعلا انه في مقال بتحكي انه من اكثر الادوات العظيمة ان صح التعبير، أدوات البرمجية العظيمة اللي في آخر 10 سنوات هو الجوبيتر، إنه أنت فعلاً في نفس المكان، إنه أنت بتقدر تكتب نوت تشرح فيه الكود تبعك، وهي التنفيذ تبعه، وممكن ترجع تشغله تاني. إيش يعني ممكن أرجع أشغله تاني؟ يعني بدل ما تعمل رن للهول بروجرام، تمام؟ يعني هاي واي بتساوي 20، وهنا برنت للواي، تمام؟ هذه غيرت رأيي، الإكس بديش إياها 10، بدي إياها 11. بس مجرد انه انت تعمل فوكس هنا لهذه السيل وترجع تشغل مره ثانيه، فيش داعي انه انت ترجع تعمل رن للهول سيلز. وهذا الاشي مفيد جدا في بناء الموديل اللي انت عندك، بدل ما انت تعيد الخطوات كلها. انت مثلا على سبيل المثال عملت كلين للداتا، خلاص عملت كلين للداتا، في ستيب بدك تعيد تعملها، خلاص بتعيدها هي بس، تمام؟ طيب خلينا نبدا في البايثون بعد ما انت تعرفت على الانفايرومنت وعلى الجوبيتر. لانه لو انت طلعت على الكاجل او الكولاب نفس الاسلوب، لو انت تعلمت انه انت تشتغل على جوبيتر بسهوله جدا انت ممكن تشتغل على الكاجل. هو عباره عن بيئه بلاتفورم للديتا ساينس، ممكن من خلالها انه هناك تاخذ داتا سيت وتكتب على، يعني تكتب كيرنل كود، تمام؟ وتعمل يعني ماشين ليرنينج وتدخل كومبيتيشنز وشغلات زي هيك. طيب الان خليني انا انشر هذا المشروع على الجيت هاب، فبالتالي انه انت شير من جيت هاب، كيف؟ بدون يوزر نيم وباسورد، بابليك. مربوط اوريدي عندي على ال، انه ما بدي
نعم صحيح، ما انا هي اللي حسويه. فبالتالي انه انا بدل ما اوزع، هي افضل طريقه لتوزيع الاكواد عليكم، انه انا كل مره بعمل بوش على المستودع وانتم بتعملوا بول. وين حتلاقيه؟ حاطط لك الرابط تبعه. تمام، هذا برضه حضيف لك اياه على الرابط، او ممكن تكتب الرابط github/user/ibridge.ds. طيب خلينا الان نعمل نوت بوك جديد. تمام، ونشوف كيف نتعامل مع 01 variables. هذول ايش بتعملهم؟ بنحفظوا على الجهاز، بنحفظوا على الجهاز، بعملهم بوش بيظهروا عندك على المستودع. تمام، طبعا في عندي ثلاثة primitive data types في البايثون. في عندك الانتجر، واختصارا نحكي عليه انت، و السترينج واختصارا نحكي له str، والفلوت وبنحكي له float. تمام، خلينا نشوف كيف نعمل define. هذا بدي احولها مارك داون، هنا بدي اعمل ديفاين ل انتجر. ببساطة بحكي x بتساوي 10. فيش داعي انه انت تعرف التايب، تقول له انتجر x بتساوي 10. البايثون لوحده بيعرف التايب من الفاليو. كيف بدنا نعرف الفاليو؟ كنا نعرف التايب، في عندي هنا ميثود اسمها التايب، خليني احط لك اياها في جمله برنت للاكس. في عندي ميثود اسمها التايب، شايفين الخط، حجم الخط، تمام. هنا لما اشغل فبيجيب لي انه التايب تبعه انتجر. نفس المتغير بدي اغيره هنا بحكي انه نفس الاكس، هاي برنت للاكس عشان بدها تكون متاكد، هاي الاكس 10،
لسه ضايله موجوده في الذاكره انت عندك. فبحكي الاكس بتساوي 10.5، فهنا تغير التايب تبعه مباشره. معنى ذلك فلسفه التصميم هنا في لغه البرمجه بايثون ما فيش داعي انه انت توجع راسك بالتايب. انا لوحدي بعرف التايب، انا لوحدي البايثون بتحكي لك انا لوحدي بعرف التايب. كيف بعرف التايب؟ من الفاليو. طيب لو حكيت لك اكس بتساوي 10.0 فلوت، تمام؟ خلي بالك من الشغله هاي. وهنا كيف؟ هذا الكاستنج، لو بدي اعمل كاستنج بالضبط. بس انا بحكي انه بما انه حتى لو كان هنا الفاصلة العشرية زيرو بيعتبره فلوت. بيعتبره فلوت. هنا اكس بتساوي اي بي سي. شوف التايب تبعه. بالضبط. كيف؟ في شيء بس assignment. ممكن انت تعرف متغير اكس بتساوي ما تعطيلوش قيمه، بتقول له نان، وبعديها تحت بتعطي له قيمه. نان يعني nothing، بدون تايب، حتى بدون تايب. انت بتطلب منه انه هو يحجز لك مكان في الذاكره، تمام؟ كيف؟ صحيح. هي primitive، تمام، لكن في النهاية انه هي عبارة عن class، تمام. طيب ال statements، طبعا هنا بما انه احنا بنحكي عن ال variable، تمام، بدي احكي لك على شغلة مهمة اللي هي ال naming. Convention. هاي شغلات الاكس والاي وهذا كله كلام فاضي، كلام فارغ، ما انتعش. كيف؟ انه انت تستخدم اسماء متغيرات ما لهاش معنى زي الاكس والاي، انه انت بتكون لوحدك انت اللي عارفها يا دوب ماكسيموم لمده ساعه وبعد هيك بيتبخر. انت تعال ارجع للكود اللي انت كتبته، بعد فترة قصيرة بتلاقي حالك انه انت مش عارف هدول المتغيرات ليش. فبالتالي بدك تستخدم اسماء متغيرات مناسبة، زي كيف مثلا std name بتساوي احمد. خلاص واضح جدا انه هذا عبارة عن student name، مع انه انا بستخدم الاختصار ما كتبتوش كامل، تمام، بس واضح جدا انه هذا student name، تمام. فبالتالي هنا في الفاريابلز بدك تستخدم noun phrase. ايش يعني noun phrase؟ صيغه اسم، يا noun يا noun phrase. يعني على سبيل المثال هذه noun phrase student name، نيم لحالها هذا عبارة عن نام. كمان مثال car speed تساوي 100، واضح جدا انه هذا المتغير لسرعة السيارة بهذا الشكل. في الاندرسكور بالضبط، في الكامل، اسلوب الكامل انه انت تعمل زي هيك car speed زي هيك، تمام؟ مستخدم في الجافا بهذا الشكل، تمام. طبعا حسب الريدابيليتي انت عندك، انت بتفضل انه تستخدم الكامل. انا بالنسبه لي يعني متعود اكثر على الاندرسكور، مع انه انا متعود انه نعمل شيفت واعمل كابيتلايز للحرف هذاك، اسرع انا عندي في البرمجه. انت بدك تستخدم اسلوب الكامل ما فيش مانع،
المهم انه يكون الاسم واضح. تمام؟ اما للفانكشن حنرجع لها. تمام؟ بدك تستخدم verb phrase. function او method نفس الشيء. ايش السبب في ذلك؟ لانه الفانكشن اصلا بتسوي اكشن، فبالتالي من الطبيعي انه تعرف verb phrase. كيف؟ يعني على سبيل المثال هنا كيف بنعرف دالة def speed؟ بنفع زي هيك؟ بنفع انه سبيد؟ شو يعني دالة انه اسمها سبيد؟ لكن لما تيجي تقول get speed صارت اوضح هيك، verb phrase جيب لي السرعة او increase زود السرعة. speed لحال noun ما ينفعش. تمام؟ بالضبط. فبالتالي خلاص بدك تتعود. هذا الكلام مش في البايثون بس، في اي لغة برمجة، بي اتش بي، بايثون، جافا، بدك تتعود على الاسلوب هذا. والبرمجة براكتس. تجي تقول انه مؤقت هلقيت انه انا بدي اشتغل وخلص ما ما ما, ما انا عارف، لا، تعود من البداية بترتاح بعدين. طبعا هذا التعريف ديف انه انت بدك تعرف دالة، هنا اسم الدالة. تمام؟ طبعا باس انه انا بديش اكتب بدي في الدالة، يعني انه فاضية. بالضبط. حنرجع لموضوع الانتنديشن، خلينا نرجع بس انا هنا حنرجع لموضوع تعريف الدوال. تمام؟ ونشوف الدوال اللي بترجع قيمة واللي بترجعش قيمة. خلينا ماشيين نيجي هنا بعد ما حكينا عن الفاريبلز بدنا نحكي عن الستيتمنتس. ايش يعني statements؟ جمل برمجية. هذا عبارة عن ايش؟ طبعا بدي اكتب comment بالبايثون بحط سلم. ممكن تحطها قبال السطر او فوق. على حسب، يعني انه اذا كان السطر طويل بتحطه فوق افضل، انه readable اكتر. خلي بالك يا جماعة انه دايما حاول انه انت تعمل readable code. تكتب ريدبل كود، كود مقروء. فبالتالي هذه عبارة عن print statement. ايش كمان؟ x بتساوي 10. هذه عبارة عن assignment. هذه عبارة عن تعيين. وهنا y بتساوي x زائد 2، هذا عبارة عن assignment and arithmetic expression. expression هنا بنقصد فيه عبارة عن تعبير حسابي، الزائد والضرب والناقص وال لأنه يعني زائد x زائد 2 هي معناها انه عمل لي ايفالويشن الاكسبريشن x زائد 2 بعدين عمل اساينمنت للفاليو ناتج في الاكس. لا اريثماتيك اكسبريشن معروف، اكسبريشنز انه معروفه يعني انه تمام. ايش الممبرشيب؟ يعني x بلس بلس زي هيك؟ وهذا برضو عبارة عن نفس اللي فوق بالضبط، هذا عبارة عن assignment و expression مع بعض. تمام؟
اوكي. طيب هيك بنكون خلصنا الجزئية الأولى اللي هي حكينا فيها على الـ variables وفهمنا الملخص. ايش هو الملخص؟ ايش الملخص يا جماعة؟ ملخص الـ variables. فيش داعي انه انت تتعامل مع التايب او تعرف التايب عفوا، التايب لوحده بيعرفه من الـ value. كيف بيعرف التايب من الـ value؟ بدك تستخدم naming convention للـ variables تبعتك، والاكسبريشن انت عندك في البايثون او عفوا الستيتمنتس انه بتكون بدون سيمي كولن بهذا الشكل، بهذا الشكل. تمام. طيب نيجي ل هذا لوكالي موجود، هاي هذا لوكالي موجود. تعال اطلع عليه هنا على الجهاز تبعي، هاي اورجي لك اياه على المجلدات عشان انه انت تصدق. هيو اب 1 وهنا 0 1 variables، وهذا النوت الاولاني اللي ورجيتك فيه ايش معنات نوت بوك. بالضبط لوكال. تعال اطلع هنا على اليو ار ال فوق، لوكال هوست نقطتين 888 3 8 سلاش لاب، بدل انه انا بستخدم هاي. هذه فيجوالي افضل انه انا اشرح، يعني بدل ما اكتب لك هنا كومنت زي هيك انه define variable، تمام، واجي احكي لك هنا اكس بتساوي 10 بالضبط، بعمل رن للكل، انا بختار كل سلاحات. وغير هيك انه هنا فيجوالي انه انا ورجيتك النوت هذه وتحكمت في الستايل تبعها انه هي تكون هيدر ولا تكون بوينتس ولا هاي الباور تبع الجوبيتر. حكيت انا لو عملت بوش لهذا الكلام انا بدي اضيف هذا، وهنا بدي اكتب انه add variable notebook. كومنت بوش في نفس على الجيت هاب، حورجي لك اياه على الجيت هاب لو انت فتحته الان قدامك. تمام. الجيت هاب احنا كنا اوريدي فاتحينه هيو. تمام، ما كانش فيه موجود النوت بوك تبع الفاريبلز. اول ما اعمل ريفرش بس يخلص البوش، اوريدي خلص، ريفرش صار موجود انت عندك. فبالتالي انه انت بتقدر تاخذيه، بتقدر تاخده انت عندك على كيف بصيغه جوبيتر. صحيح. كيف تشغل الجوبيتر انت عندك؟ بتروح هنا على وين ما انت عندك المشروع، بتعمل سي دي عليه وبتكتب جوبيتر نوت بوك، بيفتح لك الجوبيتر على المجلد تبع المشروع. كيف؟ جيت كلوك. نعم. بس خليني اول ادي لك الديسيجن اللي هو الاف ستيتمنتس. تمام؟ وبعديها بدي اطلب منك برنامج صغير، فبالتالي انه بدي اعطي لك فرصه انه انت تطبق. فعشان هيك خلينا نفتح نوت بوك ثاني هنا بايثون، وبدنا نختار اسمه decision. دبل كليك عليه بفتح لك اياه. هاي فهنا مارك داون، بنقول هنا decision. طبعا انا بقصد هنا بالديسيجن اللي هي الكنترول ستراكشر. نعم. بقيت بدنا نبدا بالنوع الاول اللي هو
الوان واي بحب اسميهم بهذه التسميه وان واي ديسيجن. هذه مارك داون ايش يعني ايش يا استاذ؟ مين اللي بيسال؟ كيف؟ يعني اف لوحدها اف بدون إلس ببساطة one way. يعني هنا بتقول له ان الـ x بتساوي 10 وهنا بتقول له اف الـ x اكبر من 3 نقطتين اول ما بتعمل انتر لوحده بروح بعمل لي intendation. طبعا البلوكس في البايثون بيعتمد على نظام الانتنديشن، فيش عندي اقواس begin و end تمام؟ فبروح بحكي انه جملة print statement انه الـ x is big. ممكن البلوك هذا يكون multiple statements، فبالتالي بيكون نفس نظام الانتنديشن، بحكي print كمان نفس الجملة x is so big. طبعا هنا انا بعمل print لسترينج، السترينج بالمناسبة في البايثون ممكن تعمله single quote او double quotation. السبب اللي انا بستخدم single quote انه بديش اعمل shift انه هذه مباشرة اسرع، فهنا بدي اخلي لك الستيتمنت هذه اكتب ايش؟ اذن يعني الشرط بتاعت قصدك انه تكتب الكود؟ لا بدك تستعمل بدك تستعمل اسكيب او سلاش او تعمل تريبل كود. تريبل كود انه مالتي لاين سترينج ثلاثة نعم. وهنا برنت دان. وهنا بدي اظهر لك الاسطر show line numbers. بس وهذا كمان ممكن نسميه conditional execution. طبعا خليني احكي لك هنا قبليها مقدمة انه البايثون statements statements يا اما sequential تسلسلية أو النوع الثاني conditional أو repeated. نعم sequential إنه تسلسلية، خلص الستيتمنت الأولى بروح للستيتمنت الثانية الثالثة الرابعة وهكذا، ما ينفعش إنه يعمل واحدة إلا لما يكون مخلص اللي قبليه. هذا كلام بينطبق على اي لغه برمجه. conditional انت في عندك statement تتنفذ اذا حسب شرط معين. repeated معنى ذلك انه بالضبط. وبدي اياك تطلع على الكود زي وصفه الطبخ بالضبط. ايش؟ وصفه الطبخ. ايش انت عندك في الوصفه بتلاقي؟ في انت عندك مجموعة من الخطوات المتسلسلة. أول شيء بدك تضيف الطحين وبعديها sequential بدك تضيف البيض، ما ينفعش تضيف البيض بعد ما تضيف الطحين. تمام؟ repeated إنه ضلك اخفك. ضلك اخفك. الكونديشنال إذا حسيت القوام تبع الكيكة إنه ممتاز ستوب، إذا حسيت إنه لا ضيفي شوية طحين.
فبالتالي الموضوع بسيط جدا، انه البرمجه هي عباره عن انه انت بتكتب وصفات طبخ فعليا. تمام. فاحنا بدينا اللي اخذناه كله سابقا سيكوينشال. هنا طبعنا اربع او ثلاث ستيتمنتس بهذا الشكل انه كانت سيكوينشال. تمام. نيجي للنوع الثاني اللي هو الكونديشنال، عشان هيك بدي اضيف لك اياه هنا. في الكونديشنال بدنا ناخذ اول نوع اللي هو الوان واي. في الوان واي انت عندك سطر واحد سيكوينشال ولا كونديشنال؟ سيكوينشال. اثنين يا راجل كونديشنال معنى ذلك انه بتنفذ حسب شرط معين ولا دائما بتنفذ؟ حسب الشرط. يا راجل السطر اف اكس اكبر من 2 دائما بتنفذ ولا حسب؟ دائما بتنفذ سيكوينشال. اما سطر 3 و4 حسب الشرط هدول كونديشنال. تمام. 5 سيكوينشال دائما بتتنفذ. تمام. فبالتالي هنا هاي الجمله دائما بتتنفذ، لازم افحص بغض النظر انه ترو او فولس. هاي معناته يعني هاي معناته انه انت بتفكر انه لا ترو او فولس، لا لازم افحص عشان اشوف ترو او فولس، فبالتالي لازم دائما يتنفذ. فبالتالي هنا الناتج حسب الفاليو. كيف بعرف انه هو جوا ولا برا زي الفاليو؟ انتنديشن. تمام. هاي الشغله لحاله هو بيعمل لك اياها، يعني هنا اول ما عملت زي هيك هاي بالضبط. حكيت اول ما عملت خلاص انت طلعت من الاف، عشان هيك انا حاطط لك الضن هنا تحت عشان تعرف البلوك في البايثون كيف بيشتغل. فبالتالي هنا الضن دائما لازم تطلع معك. نستد اف حكيت حنشوفها كيف، بس خلينا واحده واحده. حكيت هذه شو الناتج؟ ترو ولا فولس؟ ترو. فبالتالي سطر 3 و4 هيشتغلوا بالاضافه للدن. تمام. خلينا نكرر هذا الكلام ويكون فولس، نحط الاكس 2، فبالتالي ايش هيشتغل معك؟ بس الدن. تمام. هذا الوان واي ديسيجن، هذا الوان واي ديسيجن. في عندي النوع الثاني two way decisions. او قبل ما ندخل في التو واي ديسيجن خلينا نعمل نستد اف. ببساطه بضيف سل هنا وراها. تمام. بالضبط. هنا بروح بحكي اذا كانت الاكس اقل من الواحد. لا خليها انه بحيث انه هي تكون منطقيه، خلي الاكس مثلا بتساوي 10. تمام. وهنا بدي اقول اذا كانت، انا متاكد انه هي اكبر من الثلاثة، ولكن اذا كان اكبر من العشر، اكبر من العشرين غير من الفاريبل بعد ايش؟ صحيح، بس انا بدي اثبته فوق عشان انه تقدر تتبع معايا. فهنا بدي احكي انه الاكس از سو سو بيج. تمام. حكيت وين الكونديشنال ستيتمنتس؟ من 3 ل 6 بالنسبه لسطر 2.
حسب الشرط تبع سطر 2. لكن بالنسبه لخمسه بالضبط بس هاي البلوك تبعها زي هيك تمام. فهنا لاحظ انه الانتنديشن انه هنا انه انت عندك دبل تابس. هكيت هذا الكلام لو انت حطيته هنا على البي شارب بيظهر انت عندك بوضوح تمام. فبتلاقي انت عندك هنا تو تابس هنا شايف الفاصل تبعهم الخط الابيض الرفيع هذا هنا تاب واحده تمام. في التو واي ديسيجن انه انا باجي بحكي هنا else print انه الx is small. خلي بالك هنا بدي اكتب لك ملاحظه انه true وهنا في حال كان false. بقول له اذا كان في حال انه الشرط true اعمل لي كذا في حال كان false اعمل لي كذا. فبالتالي هذا بعتبره two way decision. two way يعني يا اما هذه او واحده منهم لازم تتنفذ واحده منهم. وهنا عشان افصل لك اكثر هنا معناها انه فعلا انه الاكس اكبر من الثلاثه. قيمه الاكس فعلا اكبر من الثلاثه، اما هنا اذا دخلت المنطقه هذه بكون ضامن انه الاكس اكبر من يساوي او طلع على الكود كويس. فعليا انه انت بتكون دخلت المنطقه هذه فعليا ضامن انه الاكس اقل من او تساوي الثلاثه. في الحاله تبعتنا هنا راح يشتغل ثلاثة وأربعة، ستة مش راح تشتغل. تو واي. نعمل العكس. نغير قيمة 2. فبالتالي هنا ستة ايش الأسطر ايش السطر راح يشتغل؟ ستة، ثلاثة وأربعة مش راح يشتغلوا، الضن دايما. الضن دايما في كل الأحوال. تمام؟ فبالتالي هنا سطر ستة فقط لاشتغل. تمام؟ السكوب تبع الاكس بيفرق لو كان جوا الاكس وبرا الاكس. ايش يعني جوا الاكس وبرا الاكس؟ لو كان عادت الفاليبل جوا الجروب. صريحة من برا الجروب. هذه فيزبل انت عندك جوا. بس لو كنت جوا. اوكي لو عرفتها جوا مش هتقدر تصيرها من برا. تقدر تستوديها على الاكس. فعليا بيقدر يوصلها. فعليا بيقدر يوصل. لا في سكوبينج بس بنظام انه انت ممكن تعمله بـ 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 لو كان جوا الداله مثلا او لو كان انت استخدمت بتعرف سكوب باستخدام الويذ. يعني هنا لو كتبنا بشكل سريع انه هاي كود زي هيك تمام. وهنا عرفنا انه واي بتساوي 20 وهنا بعد ما خلصنا برنت واي بالك اياه هاي لا هيك بيقول لك انه انت بتعمل ريفرنسنج لفاريبل بدون ما انت تعمل له اساينمنت. خليني اعمل لك اياها انه احنا نغير الشرط هنا انه نحطه خليها في واحده ثانيه عشان ايش يضل الشرح موجود عندك. فبالتالي هنا بدنا نختار القيمه 2 فبالتالي هنا بيطلع لي ايرور. هو على فكره انه اخذها من انه اوريدي هي معرفه عشان هذه اشتغلت قبل. عشان هيك ممكن نحل هاي الاشكاليه انه اعمل ريستارت للكيرنل. تمام واشغل هاي لوحدها بقول لك هنا نيم ايرور شو الواي مش عارفها تمام. طيب هنا ايه
ونروح للمالتي واي. سويتش فيش سويتش مش كيس. نروح للمالتي واي ديسيجن. لا خليها 11:30 خليهم المهم ما يطفوا تمام بحيث انه ما يتاخرش. في ايش؟ هو المالتي واي ديسيجن. هو المالتي واي المالتي واي ديسيجن. فبالتالي هنا خلينا ناخذ هذا الكود هنا في الالس. احنا دخلنا هنا احنا ضامنين انه اقل من او تساوي 3 تمام يا استاذ. استاذ عندك سؤال ممكن تسالني يعني بجاوبك. هنا احنا ضامنين انه احنا داخلين اقل من او تساوي 3 تمام. فممكن انت هنا ايش تسوي؟ تحط كمان اف. انت ضامن انه اقل من او تساوي 3 بس بدك تشوفها اقل اكس اقل من الواحد. ساعتها مثلا بدك تعمل انه سو سمول بهذا الشكل. بالمناسبة اللي بيحكي بايثون بنسميه بايثونيستا. بايثونيستا لا لا مش مش فاشينيستا لا بايثونيستا خلي بالك تمام. لأنه خلي بالك إنه أنت بتتحدث أنت بدك تحكي للكم بتحكي مع الكمبيوتر. ما دام إنه أنت بتحكي بتستخدم أكثر من لغة سهل إنه أنت تتعلم لغة جديدة. إحنا في مرحلة يا جماعة إنه أنت بدك تحكي مع الكمبيوتر باستخدام لغة برمجة. ما هو وصلش هو لمرحلة إنه نعطي له الوصف تبع البرنامج ولحاله إنه هو يبرمج. لسه ما وصلناش لهي المرحلة. فبالتالي انت تحكي مع الكمبيوتر باستخدام البايثون تمام. وطبعا لغه البرمجه زي اللغات تبعت البشر بالضبط. نعم زي الانجليزي بالنسبه لإلك حتصير الفيرست لانجويج بالنسبه لإلك يعني. يعني الجافا انت عندك زي العربي طيب اللي بدي اوصل لك اياه انه عاده اللغه بتوضع انه احنا دائما بنستخدم اختصارات. وهذا الايه انت لما تحكي مع زميلك على الشات كيف تحكي معه؟ كيف بدك تقول بدي اروح؟ بدي اروح تمام. فبالتالي هاي طويله كثير. فبالتالي انت بتقول له else وبعديها بتدخل في اف. لا بدي انا اسهل عليك عشان انه انت تتعلم اللغه بسهوله. فهنا بنقول له else. هذه مطابقه تماما للستكشر اللي انا ورجيتك اياه قبل شوي. else if يبقى ال else هي عباره عن else تمام. وهنا بدنا نحط الشرط انه الاكس بتساوي اقل من تساوي اقل من 2. فبحكي انه الاكس از سو سو سمول. وهنا الالز اللي هي سمول تمام. طيب انا اذا دخلت هاي المنطقه بكون انا ضامن انه الاكس اكبر من 3. هنا
اقل من او تساوي 3، وفي نفس الوقت لو دخلتها صارت ترو بتكون انت اقل اكس اقل من 2. هنا الالس اللي هي كيف؟ مش فاهمة. ما عشان هيك انه هي ملتي واي، هاك انت بتدخل الاف اذا هذا ترو تتنفذ وين بيروح؟ على الضن. نعم. اذا فولس تدخل هنا تفحص الشرط، اذا ترو بتنفذ بروح على الضن، فولس بتروح على الالس بهذا الشكل. تمام؟ هنا نجرب الاكس قيمتها 2، فهنا اكس از سمول نفذت هذا بالضبط. تمام؟ طيب اخر حاجه بدي اعطي لك اياها قبل ما اطلب منك البرنامج الان، بدي اياك بدنا ناخذ الايرورز لانه مهم جدا انه انت لا 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 بقصد بالايرورز اللي هو كيف انه انت تفسر الايرور اللي ظهر عندك، لانه انت لازم تعتمد على نفسك تعمل ديباج. نعم نعم. في ديباج في ديباج. طيب هجيت اول ايرور برنت سبت الجوس هذا سينتاكس ايرور. انا ايش بيجي لك؟ بحكي لك سينتاكس ايرور بالضبط. الايرور الثاني اكس بتساوي او عفوا برنت اكس هذا نيم ايرور. مش عارف الاكس الفاريبل نيم اكس هذا انا مش عارفه نيم ايرور. تمام؟ في عندك هنا حاجة اسمها الاكس بتساوي او خلينا نعمل اكس بتساوي بدي اعمل بارسينج لانتجر من سترينج واحكي له هنا اي بي سي. بزبط هذا الكلام؟ هذا الايرور ايش هو؟ فاليو ايرور. الفاليو هاي فيها مشكله مش قادر ان انا اعملها بارس. نعم ايش بحكي لك؟ انه لازم يكون البيس تبعه 10، معنى ذلك انه هو عباره عن سترينج سلسله ارقام من 0 ل 9. لا مش اري، هنا انا بحكي لك هيو هاي هيك بتزبط 103 او 102، فهي عباره هو سترينج بس سلسله الاحرف تبع او الديجيتس هذه عباره عن البيس 10 من 0 ل 9 هيك بقبل لك اياها. تمام؟ فبالتالي انت لما تشوف هاي الشغلات انه تكون عارف انه في بعض الاحيان انت ممكن تقول له شغله بقول لك نيم ايرور، تبقى عارف انه انت ناسي انه انت تعرف متغير او مش معطي له قيمه. السترينج هي اري اوف كاركترز. نعم تمام. هذا تايب ايرور بالضبط. فبتقول له هنا الاكس بتساوي 10 زائد اي بي سي.
هذا التايب ايرور بالضبط. كونكاتينيشن لو كانوا اثنين سترينج، هنا لو حكيت انه الاكس بتساوي 10 زائد اي بي سي، هنا نفس التايب، هناك فوق بقول لك تايب ايرور، يبقى هنا بالضبط. وهنا هاي برنت بالضبط. كيف؟ كيف؟ بعد ما تعمل كونفيرت، هنا هذا الكلام أنت ممكن إيش تعمله؟ هنا بتقول له أنت 20 وهنا خليها 10 فاليو، وهنا نعم كيف؟ قل لي مليني اكس بتساوي مثلا 10، اكس بتساوي 10 ايش السترينج؟ حرف ولا ارقام؟ طيب قوسين معقوفات هدول هذا هيك بس هيك العكس يعني انت بدك اشي هيك حكيم ما انا عملت لك اياها قلت لي لا هيك يعني لو عملنا زد بتساوي اكس زائد واي وهنا برنت للزد بيطلع معي لا لو عكستهم لا لو عكستهم هاي الواي زائد اكس ولا انت متاكد انه هذا كلام في البايثون لا ورجيني كيف أظهر شغلة ثانية خالص أظهر شغلة ثانية خالص أهلا وسلام دالة فورمات الله يسامح دالة الفورمات الله يسامح هاي إكس لا بدك تكتب فورمات لا هاي إكس ما في مشكلة نشيل ال الاي بي سي هنا نشيل هذا لو هو شفت بدك تعطي فاليو للواي شيل الاي بي سي ليش ما ثواني خلي عملك انت مبرمج بدك تتعود على الكيبورد غريب برضه مش ظابط فورجيت انا بديش اشوش الفرس لا بنجربها ماشي بنجربها بس لوحدنا خلي 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 طيب مصدقك مصدقك يا استاذ حاجه اشوف يبقى الايرورز الملخص يا استاذ الايرورز ايش اخذنا و value error value
الآن بدنا نحكي عن النوع الثالث من الستيتمنتس اللي هو لوبس. يعني هنا احنا زي ما حكينا انه احنا في عنا ثلاث انواع من الجمل: sequential, conditional, repeated. خلنا sequential والconditional نحكي عن الrepeated في اللوبس. تمام؟ طيب عشان نتعامل مع اللوبس بلزمنا انه احنا نتعامل مع الليست. الليست في البايثون بشكل مبسط هي عبارة عن array، هي نوع من الكوليكشن. انه ببساطة ممكن اعرف الاكس بتساوي، بفتح البراكتس زي هيك، تمام؟ وهي انا عندي مجموعه من الارقام. او اكتب شو؟ ممكن اكتب فور لوب هو او ممكن اني اعرفها بالطريقه هذه انه هاي برنت، هاي برنت x بتساوي. بالمناسبة البرنت بتاخد multiple parameters. البرنت بتاخد multiple parameters. البرامتر الأول عبارة عن string بيوضح إنه x بتساوي، تمام؟ هيطلع جنبه ال x. ممكن أكمل برضو أحط مثلا ال y بتساوي قيمة ال y. ممكن تعملها concatenation. ممكن. هنا ال y بتساوي list range 10، لانه الرينج 10 هذه بترجع لي اياها كاوبجكت انه هو عباره عن سلسله من الارقام من 0 ل 9، انا بدي احولها ل ليست، فعشان هيك بحطها زي هيك. تبدا من 2، حنحكي عن الرينج الان. صحيح، بس خلينا نبدا في اللوب. احنا انت دخلت لي في موضوع الرينج، خلينا نركز في اللوب، تمام؟ فبالتالي انه هي الاكس بتساوي كذا والواي بتساوي من 0 ل 9. الطريقه الاولى اللي انت تعمل لوب انه انت تستخدم الفور لوب. الفور لوب في عندك طريقتين: فور نمبر n x print x. خليني اكتب لك ملاحظه انه النمبر عباره عن حاجه اسمها الايتريشن فاريبل. ايش الايتريشن فاريبل؟ هذا انت حر في استخدام او في تعريف الاسم، يعني ممكن تحط ان نم اي اي حاجه انت بدك اياها n x. الان n هاي معنى ذلك انه انت بتلف على العناصر اللي موجودة في الإكس. معنى ذلك إنه النمبر في أول لفة حيكون واحد. خليك معايا يا أستاذ. في أول لفة حيكون واحد، ثاني لفة حيكون ثلاثة، ثالث لفة حيكون ستة، وهكذا، تمام؟ وهنا بنطبع عفوا النمبر مش الإكس. فبالتالي إنه هنا البرنت بالمناسبة هي بتطبع أصلا في سطر لوحدها، فبتطبع لي هنا زي ما أنت شايف أول لفة النمبر بتساوي واحد، ثاني لفة النمبر بتساوي ثلاثة، وهكذا، تمام؟ فهنا الطريقة الأولى الفور لوب يوزنج iteration variable. هنا الطريقة الثانية بدنا نستخدم الاندكس.
في هذه الحالة بحكي for i in range، طبعا i for index، تمام؟ أنا حر أني أستخدم اسم المتغير هذا. range طبعا على حسب عدد عناصر الليست، ممكن أن أنت تحط عدد عناصر الليست hard coded وهذا خطأ فادح، لأنه لو تغيرت طول الليست تطلع في index error، تمام؟ فالأفضل أنه أنت تعمل لين طول الليست اللي هي الإكس نقطتين. دائما أنت عندك السكوب، أنه أنت لما بدك تبدأ السكوب تبع الإف أو الفور أو أي سكوب بتحط نقطتين على طول، بروح بنزلك intendation. فهنا الأكسس للفاريابل بيكون X of الآي بهذا الشكل print. كيف؟ الأولى اللي أنت استخدمتها في الجافا الإنهانس فور ستيتمنت اللي هو متغير واسم الأداة، هذه التقليدية. نعم. طيب أستخدم هذه ولا هذه؟ مش من ناحية سهولة. حكيت لو أنا احتاجت إن أنا أعمل access للإليمنتس وإن أنا أغير على الفاليو تبعتها الإتريشن فاريبل بنفعش، تمام؟ فهنا ممكن إن أنا أحط هنا، أقول لك في نص السؤال هنا إنه add 5 for all elements that are greater than 2. الرينج بيبدا من الصفر، نعم. هنا نص السؤال بحكي لي، بحكي انه لو سمحت لف لي على الري هاي، ضيف لي 5 على كل عنصر اكبر من الثلاثة. فبالتالي هنا انت لما بتتعدل بتعدل على الري نفسها. فهنا ايش حسوي؟ انه الاكس اوف الاي بتساوي هنا الاساينمنت بظبط، لانه انت بتعدل على الريفرنس تبع الاري نفسها مش على الايتريشن فاريبل، بتساوي نفس العنصر تبعه بلس ايكوال 5. بالضبط. greater than، ما حكيتش greater than. كيف؟ كيف يعني على نفس الستيتمنت؟ نفس اللاين؟ ممكن. بدون لا لا بدون كيف يعني؟ تكتب اللي هو بدون F، تكتب ال variables ما هي هاي، بعدين تحط F. هذه أنت بتعملها بالعكس. لا مش بالعكس، هو بس إنه تحديد. لا لا بتعملها بالعكس. variable condition. هذه أسهل، هذه أسهل. خليها. الإلس هي علامة استفهام؟ لا لا ما في. هذه إنه أنت بتستخدم إنه إذا كانت كذا أعمل كذا، إنه في نفس الستيتمنت إيزير، تمام؟ بس هنا أنا بوضح لك مبدأ إنه أنت بدك تعدل على الأري نفسها، استخدم الإندكس. هاي المبدأ، بغض النظر انه انت كيف بدك تكتبها. يعني انا ممكن هنا احكي لك انه print للx، بتلاقي انه عناصر الاري تغيرت، انه هنا كانت 1 3 6 10، فبالتالي هنا 1 13 16 20 بهذا الشكل. لانه انت عندك ثواني بس، لانه انا شغلتها مرتين، شغلتها مره وما كنت ناسي ان انا اطبع، الان لو شغلت كمان مره بزيد انه هاي الخمسه الثالثه، تمام. فالان الفور السنتاكس تبع الفور في البايثون انه بتعمل فور انه يا اما بايتريشن فاريبل، تمام، يا إما بالإندكس. يعني على سبيل المثال لو طلبت منك أنه أنت تجمع عناصر array، بلزمك إندكس؟ لا.
لا، فبالتالي انه ممكن تستخدم iteration variable. لكن لو طلبت منك نص مسألة انه تعدل على عناصر الاري نفسها، ساعتها الاندكس بس بورجي لك انه متى تستخدم هاي ومتى تستخدم هاي. للديسبلاي ما انا بحكي لك، لو اي مسألة يعني مثلا جيب لي المجموع عناصر الاري بلزمك انه انت تعمل اندكس، لا مش انه فقط للديسبلاي. يعني هنا هاي 4 طبعا تبدأ بالتوتال تساوي 0 for n in x، بتقول انه total plus equal n print total تمام. فبالتالي انت بتصير انه انت في بالك انه هل انا بحتاج للاندكس، هل انا بحتاج انه اعدل على عناصر الاري نفسها، ساعتها انه انت مخير تستخدم هاي او هاي. الموضوع مش موضوع اسهل انه انا استخدم هاي او استخدم هاي، لا انت اعرف لهاي ايش، لهاي لايش بتلزم وهاي لايش بتلزم. طيب النوع الثاني اللي هو الوايل لوب. تمام؟ الوايل فيها لها ايش؟ لا لها ايش؟ فيها الوايل فيه شو الى حد يعني في حاله بدي احط لها انه الكونديشنال اللي برجين تمام؟ وبس بعد ما في ثاني الحال انا بحط لها ايلس ايلس؟ اي ايلس اذا ما تنفذش الحدث ديفولت تنفذ الايلس اذا ما عملش لوبين يعني الوايل زي وايل لا لا في انت تحط الوايل جوا نستد مع الاف لا 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 وايل انه في حال انه كان الشرط فولس انه هو بتتنفذ انه على الشرط هذا يعني انه على الاقل صحيح هنا في الوايل بحتاج انه انا اعرف initial value 0 مثلا، وهنا بقول طالما انه الاي اكبر او اقل عفوا اقل من العشرة، طالما انه الشرط هذا ترو انه بعمل برنت للاي، وهنا برنت بل بهذا الشكل. هنا في شغلة مهمة انه الاي بلس ايكوال واحد. ثواني بس معلق معايا الجهاز. لا لا فهاي انه انت هذه كانت انفينيت لوب، كانت انفينيت لوب. فهنا من 0 ل 10 خليها ل 5 كيف؟ بلس بلس مش موجودة في البايثون. بلس ايكوال. طب هاي لو بدي اعملها تنازلي. تنازلي؟ نعم. بنحط هنا 5 بنبدأ من 5 وهنا طالما انه اكبر من الزيرو وهنا ماينس ايكوال. 5 4 3 2 1 بهذا الشكل. تمام؟ طيب ناخذ البريك والكونتينيو. بريك وكونتينيو.
فحط لك اياهم في نفس السؤال او في نفس المساله. برجع من على الاول نعم، عشان هيك انا بدي اظهر لك الاسطر البلوك اللي هناك. ممكن انا اعمل لك كومنت علم عليك كله، يعني بعمل لك زي هيك بعمل لك زي هيك، خلي بالك. طيب اجيت هنا while true نعم، هنا ايش ممكن اعمل؟ انه بدي اخذ مثلا انه النيم بتساوي input enter your name تمام، وبدي اطبع على الشاشة hello، وهي بدنا نستخدم concatenation عشان هيك بدي احط space هنا كمان للنيم تمام. بعدين بدي اسأله كمان مرة انه بدي اخذ انه answer بتساوي كمان input واسأله again واقول له هنا yes او no بالضبط. اذا كانت الانسر بتساوي yes continue continue انا بدي بس بدي اغير ثواني شوي عارفها عارفها ثواني بس طول بالك على شوي انت بس ايه هنا بدي اغير لك الشرط عشان بدي المثال يزبط. اذا كان النيم هذه عبارة عن ميثود موجودة انت عندك في السترينج انه starts with، اذا السترينج اللي هو دخله بيبدأ بالهاش او بالسلم هاي معنى ذلك انه زي كأنه انا دخلت كومنت وبدي اياه يعيد من اول وجديد، فهنا بدي اعمل continue هيك اضبط المثال نعم. اما هذا انه هيك بيكون break. حكيت هنا حيدخل الاسم، لو دخل لي الاسم عادي بروح بطبع لي رسالة الترحيب انه هلو فلان تمام؟ لكن إذا كان كان انه دخل لي في الانبوت سلم ساعتها بدي أرجع آخذ انبوت من أول وجديد، عشان هيك هنا في الكونتينيو بقول له وكأنه أنا بقول له go to line 2 يعني احنا بنقول while true هو يفترض انه يروح لسطر واحد برضه يفحص الشرط هاي go to line واحد هيك الاصح، معنى ذلك انه حياخذ منه input من اول وجديد. وهنا انا بقول لك سطر واحد حسب المثال اللي عندنا هنا، ممكن هذا يكون انه انه انت بيكون في عندك كود هنا فبالتالي انه لا بالضبط هنا go to line واحد انه معناها انه لبدايه اللوب. اما هنا البريك بدي احط لك print done، البريك هنا معناها go to line 9 اطلع برات لاول سطر برات البلوك تبع الوايل برات اللوب نعم تمام. فهذه بتوضح فعلا. طب ايش رايك انه انا اشغل لك اياها وبعديها بعيد لك الكود بشرح لك الكود تمام. حكيت هاي التشغيل بالمناسبة هاي في الجيبيتر ممكن تاخذ انبوت، يعني بتقدر تشتغل على السي ام دي ممكن انه انت تاخذ انبوت. بدي ادخل احمد، ايش اسمك طيب انت؟ طيب انا قصدي انه انت احمد تمام. هاي انتر هلو احمد.
شوف يا احمد، هلو احمد، بسالني كمان مره. يس بدنا ندخل كمان مره، بدنا نحط تعليق على احمد. علقنا. فبالتالي هنا وين هيرجع؟ هياخد انبوت من اول وجديد. فبالتالي وكانه انا دخلت كومنت زي ما في البايثون، وكانه انا دخلت كومنت. كونتينيو معناها ارجع ادخل اسم من اول وجديد، ما حكاش هلو احمد بالسلم، لانه النص انا عندي هنا بيبدا بالهاش. فبالتالي الكونتينيو بدينا من اول وجديد. تمام؟ الان لو حكينا انتر يور نيم علي again no طلعت البريك، رحنا على سطر 9. انت اول ما وصلت عند الانبوت سطر 6 اوكي، انت كملت عمل نيو عمل كاب نيو تمام، ورحنا سطر 1 بعدين ايش كاونت ايش كاونت نيو سطر 6 اول حاجه لما احمد وصلنا ثاني سطر 6 صحيح yes. اوكي بعد عمل دخلت يس دخلت يس من اول شيء لعاد بالضبط عادي وصلنا هنا صحيح لا وصلنا لا 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 حكيت انا لما دخلت هنا يس تمام يس هذا البلوك ما تنفذ فبالتالي وين رجع كرر مره ثانيه لغايه عند سطر واحد صحيح عمل ايش ايش يعني كاونت؟ كاونت عد عمل اتريشن جديده سمي الاشياء بمسمياتها عمل اتريشن لفه جديده تمام يبقى هنا لما دخلت نو رجعنا لقيت لفه جديده من 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 بدايه سطر واحد تمام واضح السنتاكس تبع البريك والكونتينيو شو اسمك انت يا استاذ يا استاذ شو اسمك؟ أنا آسف أدهم. أنا آسف أدهم. أنت آسف أدهم، اسم العيلة أدهم. طيب. واضح؟ السنتاكس بعد ما شغلنا؟ تمام؟ سهل جدا. تمام؟ يبقى اختصارا احنا في عنا نوعين من اللوبس. فور والوايل. طب لو سألتك سؤال هاي ديترمينستيك او عفوا ان يعني فاينايت لوب انا في عندي برضو نوعين في عندي فاينايت وان فاينايت فاينايت يعني اللفات تبعتها محدوده معروفه ان فاينايت الله اعلم هذه فاينايت فاينايت هاي فاينايت حسب طول الليست تمام كله فاينايت ما عدا هاي بالضبط ما هو حسب مزاج المستخدم دخل كومنت دخل نو مش عارفين الله اعلم بس قصدي ان اربع مثل هو هديك هديك انفينيت ما لا نهايه لانه انا كنت ناسي الانكريمنت هنا هاي كنت ناسي هاي تمام واضح بخصوص اللوبس نروح على الكوليكشنز نعم بعمل بوش على الجيت هاب Thank you.
حاجات انت لو كنت عامل كلون نعمل بول جيت بول هاي بتضغط على السهم اللي تحت انه بتعمل بول هذه للرفع تمام هذه انه انت لكن لو بدك تشتغل كوماند لاين جيت بول مدموش فيه مدموش انت استخدم اللي بريحك قبل سنتين ثلاثه بس كان ممكن تستخدمها بالكوماند لاين نعم طيب خليني اتاكد انه انا ماشي على الخطه صح لسه ندخل في الكوليكشن بس انا بدي اشوف هل في باقي حاجه قبل الكوليكشن ايش الاو بي لا بدنا ناخذ كوليكشن بعديها اوبجكت اورينتد الانترنت يعني 100 على الاخر فيبدو في حدا بيتفرج على يوتيوب هناك او شيء تعمل داونلود ها شوفت تشتغل على طول خلينا ناخذ الدوال دوال نعم ناخذ الدوال قبل الكوليكشنز كيف موجود موجود الرابط طبعا نعم ايش الفانكشن يا استاذ ايش الدوال ايش الميثودز عرف لي اياها يا بيس اوف كود تمام انه انت بتحتاج انه انت تستخدمه اكثر من مره فبالتالي هنا انه تعمل ريوز احسن ما تعمل ري رايت هاي المبدا تبعها بالضبط يبقى هنا المبدأ تبعها reuse code instead of rewrite تمام؟ كيف تعريف الدالة في البايثون؟ بدك تستخدم الكيورد def اسم الدالة تمام هنا print تمام هذا تعريف الدالة الاستدعاء بهذا الشكل طبعا الدالة هذه ممكن تاخذ باراميتر تمام هنا بعطي له نيم وهنا خلينا نستخدم دالة الفورمات بالمرة دوت فورمات وهنا بعطي له النيم انت هنا فتحت قوسين هذا كله نص تمام
فتحت قوسين تمام، حيتم استبداله ببارامتر هذا بالضبط. هذه فورمات اسهل واحسن. صحيح، بس هذه ريدابل اكثر بالنسبه لي. هذيك اسهل، انا بحكي ريدابل اكثر. ريدابل تمام، يعني انا هم في كل مكان عشان تكون واضح بالنسبه لك ايش مفهوم الاقواس. فانا بدي احط هنا كمان قوس، ما دام انت حطيت قوسين براكتس هنا معنى ذلك انه انت ايش بدك تسوي؟ تحط باراميتر ثاني اللي هو ايش هذا؟ سكر القوس سمايلي. هذا يا استاذ سمايلي كوتيشن، لازمك نظاره. صحيح، بس هنا حضلها زي ما هي تمام. طيب الاستدعاء تبع هاي كيف راح يكون؟ سي حسام الدين، هيك مظبوط السبيلينج؟ تمام؟ طيب حكيت لما تبع تبع المتغيرين لما بس لا بيقول لك انه في ميسنج ارجيومنت انه اكسبكتد تو بات جوت 1. ممكن نعمل واحد يعني ممكن نحطه ممكن يصير اوبشنال، فبالتالي احنا بتحط له ديفولت فاليو انه نان. حكيت حورجي لك اياها. وحط ايش؟ تعمل اوفر رايد غير الاوفر رايد، هو بحكي انه باراميتر اوبشنال باراميتر لو مررته او ما مررتوش تمام؟ هذه ممكن نعيدها. نفس تعريف الدالة تمام، بس حطيت هنا الباراميتر نيم، حطيت له ديفولت فاليو. لو مررها المستخدم مرر الباراميتر هذا بياخذ الفاليو تبعت المستخدم، لو ما مررش بياخذ هاي. عشان هيك انا بدي استدعيها هنا مرتين، مرة say hello لحد ومرة say hello أحمد. في المرة الأولى أخذ student لأنه ما مررت باراميتر تمام، والمرة الثانية أخذ الباراميتر اللي أنا مررته، فهذا صار إنه هو optional أو بياخذ default value. هذه حتلاقيها إنه كثيرة موجودة في المكتبات تبعت الباندز والسايكت ليرن، إنه أنت تعرف إنه هذا باراميتر في ديفولت فاليو لو ما مررتوش إنه هو بياخده، فيش داعي إنه أنت تحطه تمام. حكيت هذه الدالة بترجع void nothing. ايش يعني void nothing؟ ولا حاجة. بس هذه الدالة انا بحكي هدول الدوال بترجع void nothing ولا حاجة، ما بترجع شيء تمام؟ print statement تمام؟ فبالتالي انه بدك انه تكتب دالة انه ترجع قيمة، ف def at x y وهنا return ل x زائد تمام؟ لحاله بيعرف الطيب تمام؟ عند الاستدعاء يا اما بتحطها بجملة print يا اما بتخزن الفاليو في متغير. 3 و 4 في جملة print هنا 3 و 5 او تقول انه الاكس بتساوي
3 و7 وهنا print x. لو سألتك تستخدم هذه ولا هذه شو بتستخدم؟ لا بستخدم الأولى. الثانية. بستخدم الأولى. كيف؟ لا 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 عشان تفهم السؤال صح. تمام؟ عشان تفهم السؤال صح إنه ممكن أنا أستخدم هاي أو أستخدم خليني أسمي الدالة هذه 2 وهنا بدي أقول إنه print بدل return. هيك فهمت السؤال صح؟ أستخدم هاي ولا هاي؟ نعم حسب الحاجة. هل انت بدك تسال سؤال ولا سؤال شو بيقابل؟ سؤالي انه انا في شرط مش كيف؟ فبالتالي القاعدة الأساسية انت عندك في البرمجة اي عملية انبوت او اوتبوت طلعها برا الدالة البراكتس الصح بغض النظر عن لغة البرمجة البراكتس الصح تطلع الانبوت والاوتبوت برا الدالة. شو السبب؟ السبب انه انت لما تخلي الانبوت والاوتبوت جوا الدالة انت بتعمل لي تقييد بتربطني بقدرش ان انا استخدم الدالة زي ما بدي. يعني تخيل انا عندي هنا هاي هذه الدالة بدي الغي الانبوت بطل صار باراميتر فبحكي انه الاكس بتساوي انت انبوت هنا بدون رسالة اوكي مش خلاف لانه وهنا الواي وهنا برنت انت ربطتني خالص انت اجبرتني انه انا اخذ الانبوت من الكوماند لاين من السي ال اي وتطبع لي النتيجة على الشاشة. يمكن هاي انا بدي استخدمها في كول باك على الويب او مثلا بدي ابعت لك النتيجة هذه من خلال اي بي اي انت ربطتني على الاخر. فالبراكتس الصح انه انت ايش تسوي انه تستخدم هذا الاسلوب. هو حر بده ياخذ الاكس هذه من خلال السي ال اي ياخذها برا قبل ما يستدعيها بده ياخذها من خلال فورم اتش تي ام ال ياخذها. هو حر انت المطلوب منك انه انت تمرر لي الاكس والواي بعمل عليها الحسابات وبرجع لك النتيجه والنتيجه انت حر فيها بدك تطبعها على الشاشه بدك تطبعها اتش تي ام ال تعملها ريندر كاش تي ام ال بدك تجمع عليها رقم قبل ما تجمعها انت حر. فهذا البراكتس الصح وحافظ دائما انه انت اوعك تحط الانبوت والاوتبوت جوا الداله. تمام وين بالضبط؟ هذه هاي حطيتها في جمله برنت هنا خزنتها في متغير هيك صار في عندي مرونه بالضبط بالضبط. وهنا لما حطيت الانبوت هنا انت اجبرتني دائما انه اخذ الانبوت من السي ال اي. نعم تمام. هاجيت الاوبشنال فاليو خلي بالك انه انت دائما ممكن تحط اوبشنال فاليو حتى لو كان انت عندك اكثر من باراميتر. تمام يساوي يعني هنا بتحط انه ديفولت فاليو انه يساوي 1 بهذا الشكل. موجود بالضبط موجود. انا بس اديتك السنتاكس واديتك البراكتس الصح اللي في البرمجه انه انت يعني قد تكون انه انت مش ماخذ بالك منه او انه انت خلاص متعود انه انت تحط الانبوت جوات الداله وهذا اسلوب او ممارسات خاطئه انه انت تسويها. طيب لما بتكتب في هذا عبارة عن empty statement معنى ذلك انه هو هلقيت هنا لو عرفت def f1 وهنا حطيت زي هيك وما كتبتش اشي في الدالة تمام بعتبر لك اياه syntax error. فبالك يعني
فلما تقول له باس انا مستعجل، انا مستعجل انه انا بدي اكتب سيجنتشر تبع الداله، يعني باجي انا بتناقش انا وياك كفريق برمجي بقول احنا ايش لازمنا دوال، لازمنا اف واحد كمان لازمنا اف اثنين، اوكي خلاص انت روح اعمل امبلمنتيشن لاف واحد وانا بعمل امبلمنتيشن لاف اثنين، تمام. فبالتالي انه مجرد انه انت بتعب يعني انه امتي ستيتمنت عشان يقبلها منك، لو ما حطيتهاش بحط لك سينتاكس ايرور زي ما تحط سيمي كولن فاضيه في الجافا امتي ستيتمنت. طيب اعطيكم فرصه انه انتم تطبقوا وندخل في الكوليكشن المحاضره الجاي، لانه اذا دخلنا في الكوليكشن لا بدي اتوسع في الديكشنري وبدي اتوسع في تابلز والشغلات هذه. خلي المحاضره الجايه كوليكشن اوبجكت اورينتد. هو في ثلاث انواع، كل نوع ريكيرجن. ايش مشكلته؟ ايش المشكله عندك في الريكيرجن كسنتاكس؟ كيف؟ بس بدك تحط شرط. طيب ايش مشكلته انت عندك كسينتاكس؟ زي مثلا الجرافيك في البايثون ممكن اعمل زي مثلا الساعه بعمل لوبين تمام، كل ما مثلا وقت كل ثانيه بعمل كده لانه الابديت الساعه الحقيقيه. طيب انا ممكن ادي لك مثال واقعي انا بستخدمه اللي هو الكراولر. عارف الكراولر؟ كراولر في الويب. ايش المبدا تبعه؟ انه انت عندك هاي صفحه تمام، الصفحه هذه فيها روابط، الصفحه هاي فيها روابط، فقلت انا ممكن اعمل داله تعمل لي فيتش لهي الصفحه تمام. نفس الداله هذه بطلب منها انه بستعملها استدعاء ذاتي انه تعمل لي فيتش للروابط الفرعيه، تفتح كل صفحه ثانيه وتشوف ايش فيها روابط ثانيه وتعملها فيتش لغايه ما انت مثلا تحط حد معين، جيب لي 1000 صفحه ساعتها بعمل ستوب، او مثلا انه لغايه لما انت تخلص كل الصفحات اللي موجوده في السايت بهذا الشكل. فبالتالي انه نفس الكود نفس الداله، داله فيتش للداله وتجيب روابط وتجيب روابط فرعيه وتعمل فيتش للصفحات، بس تخلص بتكون يعني استدعاء ذاتي. يعني انه هاي مثال في ليست بتحفظه في سيت او في تابل انه كهيستوري انه هذا اليو ار ال انت عملت له فيزيت يبقى خلاص ما فيش داعي انه انت تضيفه ثاني. خلينا احنا نتوقف هنا لليوم. المحاضرة الجاية